السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم معتصم من قناة النور الدراما. نتمنى من رب العرش العظيم أن يبلغنا ويبلغكم الصحة والعافية يا رب، ونكون دائما تأمين والأمين إن شاء الله. في موضوعنا اليوم حنتطرق إلى شرح برنامج، يعني من البرنامج الجميلة جدا الممكن أغنيك عن أي برنامج بالنسبة لمشاهدة الأفلام الحديثة. طبعا البرنامج هو برنامج مجاني، ممكن تحصل على رابط التحميل أسفل الفيديو إن شاء الله برابط مباشر. البرنامج طبعا بيحتوي على العديد من انواع الافلام، اذا كان الاكشن، اذا كان الانيميشن، اذا كان الرومانسي، اذا كان الكوميدي، اذا كان دراما، يعني بجميع سياق او انواع الافلام الممكن تتحصل عليها في برنامجنا لليوم. قبل ما نبدا في شرح البرنامج اذكر ونبي بالنسبه للناس اللي بيشاهدونا لاول مره، نتمنى منهم الاشتراك في القناه لدعمنا واستمرار لقدام لتقديم المزيد من الخدمات ان شاء الله، وبرضه لا تنسوا تفعيل الجرس لتكون كل جديد، وعمل لايك للفيديو اذا امكن ذلك. بنمشي مباشره للبرنامج. طيب زي ما شايفين امامنا وجد البرنامج هو برنامج موفي توب، طبعا من البرنامج الجميله جدا بكميه خرافيه جدا من الافلام ممكن تتحصل عليها من برنامجنا لليوم. طبعا بجميع انواع الافلام زي ما ذكرت لكم في السابق، الانيميشن، الاكشن، الرومانسي، ويعني كميه خرافيه جدا من الافلام زي ما شايفين امامنا في الواجهه بالنسبه لناو اديت هنا البوكس. طبعا زي ما شايفين امامنا برضو في العديد من الافلام ممكن تقدر تستفيد منها، هو بس للاسف يعني البرنامج ما بيوجد فيه بعض الافلام ما بتكون متواجده فيها الترجمه، دائما بيكون بالانجليش والتايوان زي ما شايفين امامنا. للرومانسي الاكشن يعني بجد هو برنامج خرافي جدا، يغنيك عن اي تصفح لبرنامج زي ما شايفين. برضو للكوميدي الدراما يعني كميه خرافيه جدا من الافلام بالنسبه للبرنامج موفيز. طبعا زي ما ذكرت لكم من البرنامج الجميله جدا الممكن تتحصل على اي اسم فيلم في برنامجنا اليوم. طبعا البرنامج بيوجد فيه العديد من السياق بالنسبه للمشاهده، على سبيل المثال نمشي نعمل 2019، يدينا ل 2019، ننتظر لحظه عشان يحمل معانا زي ما شايفين امامنا. على سبيل المثال ممكن نختار اي فيلم بالنسبه لي، ننتظر او ما ننتظر بالنسبه لي الاعلان زي ما شايفين امامنا. بالنسبه لي معلومات الفيلم والشخصيات زي ما شايفين امامنا، هنا في الاسفل برضو مدينا بعض الافلام، اذا كان حابين نعمل مشاركه بالنسبه للفيلم مباشره ممكن نعمل مشاركه لاي شخص ممكن في الواتساب الايميل، المهم حسب الشيء اللي انت عاوزه. هنا ممكن برضو تعمل للايقونه، ممكن تعمل داونلود مباشره للفيلم، بنعمل تشغيل بالنسبه للفيلم، نشيل الاعلان برا، ننتظر لحظه عشان يقدر يشتغل معانا الفيلم، عشان يقدر يحمل معانا الفيلم زي ما شايفين امامنا. اشتغل معانا الفيلم بكل اريحيه، هنا مدينا الايقونه بالنسبه للاسفل زي ما شايفين، ممكن نعمل 360 اذا كان خايف من حجم الميجا بايت الموجوده عندك، او 720 او 1080 او 480 لمشاهده زي ما شايفين امامنا الفيلم هو شغال بكل اريحيه بالنسبه للمشاهده. بالجد هو يعني برنامج جميل جدا ممكن يعني تستفيد منه استفاده قصوى بالنسبه لمشاهده الافلام الموجوده في البرنامج، لانه زي ما ذكرت لكم في كميه خرافيه جدا من الافلام ممكن تقدر تستفيد منها بالنسبه لمشاهده الافلام، اذا كان الحديثه او القديمه او الرومانسيه او الكوميدي او الانيميشن، يعني في العديد من الافلام تقدر تحصل على برنامج موفيز هوبي. هو زي ما ذكرت لكم برنامج مجاني، ممكن تتحصل عليه رابط التحميل اسفل الفيديو مباشره برابط مباشر. لحد هنا درسي انتهى، واذكر ونبه بالنسبه للناس اللي بيشاهدوني لاول مره، نتمنى منهم الاشتراك في القناه لدعمنا واستمرار لقدام لتقديم المزيد من الخدمات ان شاء الله، وبرضه لا تنسوا تفعيل الجرس لتكون كل جديد، وعمل لايك للفيديو اذا امكن ذلك، واشوفكم في امان الله.